جلسات يومية مع المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أولاً، التوبة حبل النجاة إن أغرقت الإنسان خطيئاته، التوبة قارب النجاة أيضاً، التوبة حبل الله المتين، التوبة فيها الخلاص. وما أمرك الله أن تتوب إلا ليتوب عليك. بادئ ذي بدء، هناك في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن التوبة، وكل آية تأخذ منحاً خاصاً. أولاً، الله عز وجل يطمئننا، يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. أنت حينما تتوب يحبك الله، لأنك سعدت وسلمت في الدنيا والآخرة. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين، يريد أن يتوب عليك ويحبك إذا تبت إليه، لأنك قبلت عطاء الله، خلقك ليسعدك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فإذا كان الله عز وجل قد خلقك ليسعدك، وأنت سعدت فاستجبت له، يحبك، ثم يحضك على التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أي أفلا حرف حض، ألا تتوب؟ ألا تذهب معي؟ فالله عز وجل يريد أن يتوب علينا، ويحبنا إذا تبنا إليه، ويحضنا على التوبة. لكن يتوهم الناس أن التوبة تعني بشكل بسيط ساذج لمجرد أن تقول تبت. لا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، تابوا وأصلحوا وبيّنوا، في حقوق يؤديها، في تجاوزات يطلب السماح منها، في تقصيرات سابقاً يتممها. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآن، من رحمة الله بنا أنك إذا فعلت سيئة ولا تعلم أنها سيئة، هذه سريعاً ما يتوب الله عليك منها. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه من رحمة الله بنا. يعني من ألطف ما قرأت في الفقه أن الإنسان إذا دخل في الإسلام اليوم وكان رمضان ولا يعلم أن مقاربة الأهل تفطر، وقارب أهله لا شيء عليه، حالة نادرة جداً،
يعني الله عز وجل يريد أن يتوب علينا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. في نقطة دقيقة، كلمة واحدة في آية لها حكم خاص. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني عمل معصية، منتوب لسه، منتوب، الله كريم، من هون ليوم الله بيفرجه. ثم يتوبون من قريب. من تمام التوبة أنه لمجرد أنك علمت أن هذا ذنباً فوراً تتوب منه. مركز الثقل في هذه الآية: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً. من هذا الذي لا تقبل توبته؟ قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. عندما يحضر الموت أغلق باب التوبة، عند الغرغرة يغلق باب التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً. يعني في بعض الأحاديث القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الكرام، صدقوا أنك إذا وصلت إلى شفير القبر وقد طهرك الله من كل الذنوب أنت الرابح الأول. أنت الرابح الأول حينما يأتي ملك الموت وترى مقامك في الآخرة تقول: لم أرى شراً قط. والذي غرق في الملذات والشهوات والموبقات ويأتيه ملك الموت بيكون معه ملايين مملينة وما خلى متعة ما مارسه، يقول: لم أرى خيراً قط. لذلك البطولة لمن يضحك آخراً، لمن يضحك آخراً. من ضحك أولاً ضحك قليلاً وبكى كثيراً، أما من يضحك آخراً يضحك كثيراً ولا يبكي. في ملمح آخر بالتوبة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. هذا النبي العظيم الذي له سنة، أنت حينما تعصي أمره وتخالف سنته وقد أرسله الله من أجلك، فإذا ذهبت إلى مقامه الشريف فاستغفر الله. وينبغي أن تعتذر إلى رسول الله لأنك ما طبقت سنته فدفعت الثمن باهظاً. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا هو التوحيد، واستغفر لهم الرسول أي اعتذروا، لوجدوا الله تواباً رحيماً. والشيء الأخير في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. يعني في قصة تبين هذا المعنى بالضبط:
النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: عشية معركة بدر لا تقتلوا عمي العباس. لك الإنسان الذي لا يعرف النبي الكريم قد يسيء الظن به، يعني هو بهذا التوجيه حاب أقرباءه، فقال أحدهم في نفسه أن أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه لأنه عمه. يعني والله سمعت عن أحد المفتين المتشددين تشدد لا يحتمل في أمور الطلاق، بنته طلقت، فدعا صهره إلى عالم آخر يعطي فتوى بإرجاعها. لماذا لم ترحم الناس طوال هذا العمر؟ لما الأمر أصاب بنتك بحثت عن عالم آخر يعطيها الفتوى بإرجاعها. لذلك العلماء الكبار يفتون لأنفسهم بالشدائد وللآخرين بالرخص، وبعض العلماء يفتون لأنفسهم بكل الرخص، فإذا استفتوا يعطون العزائم فوق طاقة البشر. هذا موقف لئيم. لماذا تأخذ نفسك أنت بالرخص وتشدد على إخوانك؟ لذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا لا أفتي بالطلاق أبدا، يعني أنا موضوع الطلاق أعتذر عن الفتوى فيه، بس أي بس طبعا طرفة. لو جاءني أخ يطلق زوجته أو طلق زوجته، قال له تريد أن ترجعها؟ قال له إيه والله. اذهب إلى العالم الفلاني. لا تحب أن ترجعها؟ اذهب إلى فلان. أنا بدله، يعني في عالم ما بيسمح له أبدا، رأسا بطرده. أيها الإخوة، مرة ثانية، إلا الذين تابوا. قبل ما أكمل، أخواننا الكرام، التحريم يحسنه أي إنسان حتى ولو كان جاهلاً، لك احتياط، كله حرام عنده، حرام حرام حرام. التحريم يحسنه أي إنسان ولو كان جاهلاً، سهلة، أخذ بالأحواط. أما التحليل مع الدليل لا يحسنه إلا العلماء الكبار. حياة يجب أن تستمر. منعته يسافر، منعته يدرس، منعته يتعين بهالوظيفة، بعدين بيفجر، بعدين بيفتح على نفسه أبواب المعصية كلها. لذلك التشدد غير المعقول بيقابله التفلت غير معقول. فأنا بتمنى ألا يفتي الإنسان إلا وفق ما أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام. إلا الذين تابوا، دقق، وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. لازلنا في التوبة أيها الإخوة. أما في آية واحدة بالقرآن تلتقي مع أحدث مفهومات الحرية، يعني لو فرضنا أنه إنسان أصدر قانون يجعل هذا العمل مداناً، فالذي فعله قبل إصدار القانون لا يمكن أن يؤخذ بهذا القانون، لأنه من الحضارة والرقي ومن حقوق الإنسان ألا يعمل بالقوانين بمفعول رجعي، من الحضارة و أداء حقوق الإنسان شيء كان مسموح وإنسان فعله، بعد حين صدر قرار بتحريمه. هذا القرار لا يطبق إلا على من فعله بعد إصدار القرار، أما قبل ممنوع. دقق في هذه الآية، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم،
فاعلموا أن الله غفور رحيم. كان شارد، تاب قبل أن تسيطر عليه، فلما سيطرت عليه تريد أن تحاسبه على الماضي، لا ما بتقدر تحاسبه على الماضي، هذا تاب قبل أن تكون قوياً عليه. هذه الآية الوحيدة تلتقي مع أرقى تشريع، أن القوانين لا يمكن أن يعمل بها رجعياً. شيء آخر، يعني نحن بالإسلام ما عندنا عداوة ثابتة. رجل اسمه عمير بن وهب قتل ابنه في بدر، فحقد على المسلمين حقد شديد. مرة جالس مع صفوان بن أمية، قال له والله يا صفوان لولا أولاد صغار أخشى عليهم اللعنة من بعدي، ولولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. صفوان رآها فرصة نادرة، قال له أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. فهذا ذهب إلى البيت وسقى سيفه سماً، وضع السيف على عاتقه وركب ناقته وتوجه إلى المدينة تحت غطاء أنه جاء ليفدي ابنه من الأسر، وفي نيته أن يقتل محمدا. لقيه عمر بن الخطاب في الطريق، قال هذا عدو الله جاء يريد شرا، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. شوف رقة النبي، قال يا عمر أطلقه، أطلقه. قال يا عمر ابتعد عنه، ريحه. قال يا عبد الله أدن مني، دنا منه. قال له سلم علينا، قال له عمت صباحا، قال له قل السلام عليكم، قال له لست بعيد عهد بسلامنا، هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة والفظاظة. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ لماذا أتيت إلينا؟ قال جئت أفدي ابني. قال له طيب، وهذا السيف الذي على عاتقك؟ قال له قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له ألم تجلس مع صفوان وتقول له لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم اللعنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ عمير بن وهب كان جالساً فوقف، قال أشهد أنك رسول الله، إن هذا الذي قلته لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله، وأسلم. هذا صفوان يكاد يرقص من الفرح، ينتظر الخبر السار قتل محمد. صار يذهب كل يوم إلى ظاهر مكة يتلقى الركبان، ما كان في رسائل سريعة وفاكسات، ما في فضائيات، ما في وقت. الطريق الوحيد يقف الإنسان على مدخل مكة يتلقى الركبان. فجاء بعد حين، بعد أيام، وصل الخبر إلى صفوان أن عمير أسلم وأصبح من أصحاب رسول الله. الشاهد أين؟ الشاهد يقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. بالإسلام ما في حقد، ما دام قد تاب أخي صار. والله في واحد بأمريكا من كبار الملحدين، أستاذ في سان فرانسيسكو، من كبار الملحدين، اسمه جيفري لانج. هذا هداه الله إلى الإسلام وأسلم، والآن من كبار الدعاة، ألف كتابين ترجما إلى اللغة العربية. أنا قرأت كتابه الأول، والله وجدته أقرب شخص إلي، أقسم لكم بالله أقرب إنسان إلي، ودرست كتابه في جامع العثمان، بعض أبحاث من كتابه. بالإسلام ما في عداوة دائمة، بالإسلام أنت لا تكره الإنسان، تكره فعله فقط، تكره فسقه، تكره كفره، تكره فجوره،
لكن لا تكرهه. الدليل الأب مع ابن عاق، إذا رجع الابن إلى أبيه ما في مشكلة، كله انتهى. لذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، خلاص انتهى. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لكن كما يقول بعضهم ونقول معهم الله يتوب علينا، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ثم يقول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله عز وجل بالتعبير الدارج جبار خواطر. تاب على الثلاثة الذين خلفوا، جيد، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، دقق الآن، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هنا معنى تاب عليهم إلى معنى خاص، ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة، ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة. أما أول آية لقد تاب الله على النبي، النبي ما أذنب، قال تاب عليه جبرا لخاطر هؤلاء الثلاثة، دخلوا نحوه، تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لكن في ملمح دقيق جدا بعد هذه الآية، طبعا تاب عليهم ليتوبوا، ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. توبة الله إذا سبقت توبة العبد يعني شدائد، وتوبة الله إذا جاءت بعد توبة العبد قبول التوبة. تابوا فتاب عليهم، فتوبة الله بعد توبة عباده قبول التوبة. أما توبة الله، انتبهوا، قبل توبة عباده شدة تلجئك إلى التوبة. واحدة متفلتة ترتدي ثياب فاضحة جميلة، تمشي بالعرض بالتعبير الدارج، أصيبت بمرض عضال. سمعت إحدى قريباتي تقول لي، قالت إذا الله بيشفيني من المرض لألبس مو حجاب، جلال ما يوضع على الدابة من شدة ألمها. الله عز وجل حينما يرسل الشدة يرسل شدة في موضعها، اسمها مصيبة تصيب الهدف. يا أيها الذين آمنوا من أجل ألا تقعوا بالذنب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اجعل جوك إيماني، اجعل أصدقائك مؤمنين، عش مع المؤمنين، تنزه مع المؤمنين، اسهر مع المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والاستقامة للجميع، فاستقم كما أمرت أيها النبي ومن تاب معك. أما آخر ملمح بالموضوع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لا تقطف ثمار التوبة كاملة إلا إذا تاب الناس جميعا. يعني أنا أحيانا بالعمرة الحجاب إلزامي، هناك بتعيش أسبوعين ثلاثة لا يأتيك خاطر واحد نسائي، كل النساء محجبات، والمحجبة أختك، بصير أختك، كل مفاتنها مستورة، مفاتنها لزوجها ولمحارمها وليست لك. فنحن تماماً، واحد معه جهاز خلوي وله 50 صديق، ما في واحد معه ولا جهاز، ما عاد له طعم هالجهاز. أما إذا أنت معك جهاز خلوي وعندك 50 صديق معهم أجهزة خلوية، الآن يعني أنا قصدي يجب أن نتوب، بس حينما يتوب الناس جميعاً ترى الحياة قطعة من الجنة، يتوب الناس جميعاً. لذلك وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون، جميعاً
التركيز هنا على جميعاً. أما الذي لم يتوب فهو من أشد الظالمين لنفسه، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، والحمد لله رب العالمين.